طيب وانت ابتديت في سن قد ايه وحاليا في اي مرحلة انا دراسية؟ ابتديت وانا عندي 5 سنين وانا صغير. دلوقتي انا في اولى ثانوي، عندي 15 سنة. يعني حبيت الكرتون وانا صغير، ماما هي اللي عرضت عليا الفكرة وقالت لي، ودخلت جربت ويعني لقيت نفسي في اللعبة جميل. بس، وارتحت فيها لحد ما كملت. والدراسة طمنا عليك، انت كمان عامل فيها ايه؟ يعني الحمد لله. ماشية. يعني لا الحمد اصل لله. غصب عنهم انتوا بيبقى في اوقات لازم يعني في بطوله، في معسكر، ما بيبقاش في امكانيه ان انا اذاكر. يعني برضو مرحله الثانوي او ثانويه عامه او اولى ثانوي حتى صعبه، يعني مش سهله. انا فاكره احنا اول شهر ونص كاملين، انا اول شهر ونص ما رحتش المدرسه. يعني كان اسبوع معسكر وبعدين سافرنا، بعدين معسكر تاني وبعدين معسكر تاني وبعدين تصفيه وبعدين بطوله. فاول شهر ونص ضاع واحنا ما كنتش عارف اي حاجه خالص عن المنهج.